యాదాద్రి పట్టణంలో పెన్నా నదిలో వర్షం కోసం ముస్లిం సోదరులు నమాజ్ నిర్వహించారు. ఈజే ఇజిస్తా మరియు కుదుబా దువా అనే నమాజ్ ను మదీనా మసీద్ వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم سجد النافعا اللهم سجد النافعا اللهم سجد النافعا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما سبقا سحاء دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا بالبلاد والعباد والبهائم والخلق من اللأوائي والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى والشفاء